عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم بمقر المجلس لقاء مع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، خصص لتقديم عرض حول البعثة الاستعلامية المؤقتة التي قامت بها اللجنة من 16 إلى 23 أكتوبر المنصرم لولاية أدرار، تيميمون، المنيعة، بسكرة، المغير، وادي سوف، غردايا، توغورت وورغلا، من أجل الاطلاع على واقع قطاع الفلاحة بها والوقوف على جملة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للوصول إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني.